يعني هلا انت تصور معي انسان بغض النظر عن هذا السؤال المحرج بعض الشيء من شبابي، لو فرضنا انسانا عاش دهرا طويلا من الزمن هو يصوم صلى الله عليه وسلم، لكن في بعض الشهور ما تابع صيامه، او لنقل اسبوعا ما تابع صامه يوم واكثر يوم، هل هذا يعني يخدش في قولنا فيه انه يصوم صلى الله عليه وسلم؟ لا، غير مجرد. احسنت، فهذا بجواب سؤال. لأنه هذا تعلم في سبب من لا يفتر به كتيانتي، أما إذا يعني صام الخميس يصوم الجمعة، إذا صام الأربعاء ما بيصوم الجمعة، ها؟ لا، لأنه ما بيقدر يصوم السبت. إذا صام الأربعاء هذا عمل لك ايه؟ لا انا اي اسلاء ولا اسلاء ولا اسلاء. نعم، لكن هل يعني يستمر هذا السل ولا راح يوم احد ها هم يوم؟ ليش انا ضربت لك المثال السابق العمره بالغالب، فهذا بده يشتمل بالمناهي المتعلقة بأيام الصوم، فهذا ما يخرجه عن كونه صار صوم الله عليه وسلم. كان صيام أيام العيد مثلا. نعم. هل هذا يعني يخرجه عن أنه صام الله عليه وسلم؟ إذا كان أحدثني أفضل صيام 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 مع أنه ممكن يكون في شرع داود عليه السلام ليس فيه رؤية مبنية عن صيامها، ممكن هذا ولا مش ممكن؟ ممكن، هذا بيأكد أن نحن أتباع محمد عليه السلام أن القضية مش قضية صيام داود هو القدوة بالقدوة، وأننا إذا لم نصم صوم داود عليه السلام هو القدوة بالقدوة ما نخرج من ذلك على انه لم نصم صوم داود عليه السلام. نعم. بل صمنا صياما هو افضل من صوم داود عليه السلام، اذا تصورنا انه هو ما كان في شريعته ايام منهى عن صيامنا. هذا؟ نعم. أقول هذا صام اثنين وخميس. إذا كان صام اثنين وخميس. صام اثنين وخميس. ماذا تعني بالأفضل؟ الأفضل أحسن. الأفضل أيهما؟ الأفضل. من هما؟ صيام الاثنين وخميس. صيام ضروري. في عندك نص إنه صيام الاثنين وخميس أفضل؟ لا. أيوة. سؤال ساقط. إذا سؤال ساقط. ها؟ ليش ربما؟ ما دام أنت ما عندك نص أن صوم الاثنين والخميس أفضل الصيام. وعندك على العكس نص بخلاف ذلك. ربما ولا يقينا. ها يقينا ولا ربما. طيب. بعد ما شفت. شو صار الله يرحمه بسؤالي انا؟ واضح انا مش سألك ليش سألت؟
غير واضح ما هي أمين غير واضح هذا الجزاء اللي ما بيجاوب القدر مهما كان أظن انتهى بحثنا أن بجيز نحن أتباع محمد عليه السلام يكون صيامنا أو إذا صمنا يوما وأفطرنا يوما يكون الوقت اللي هو صوم داود عليه السلام ممكن يكون أفضل من صوم داود عليه السلام. ليش؟ قلنا من الممكن أنه لم يكن في شرع داود عليه السلام النهي عن صيام أربعة أيام العيد، بل يمكن ما في عنده عيد أضحى وعيد فطر في رأيك، وما في عنده نهي عن صيام يوم الجمعة. نحن في عندنا هذه المناهي، فمن جمع بين الإتيان بالمأمور به والانتهاء عن النهي عنه ما بيكون أفضل من ذاك الذي اقتصر فقط على الإتيان بما أمر به؟ هذا هو. ونحن حينئذ لما ننضم إلى طريقة صيام يوم وإفطار يوم هذا يصوم داود اجتناب المناهي من الأيام كيوم الجمعة ويوم السبت بيكون صيامنا أفضل من متابعتنا وسرد الصيام يوم إيه يوم لا، ولو كان يوم إيه يعني الصوم الإيجابي وقع يوم الجمعة ولم يتقدمه يوم الخميس لا ما بيكون هذا الأفضل. هذا سرد الصيام على مذهب داود عليه السلام وطريقه، ومن الأفضل أن نسرد الصيام على مذهب محمد عليه الصلاة والسلام، وفيه أمر وفيه نهي، حيث ما أمرنا به تمرنا وحيث ما نهينا عنه تمرنا. ولا يقال أن يكون الذي موجود أو قد لا يكون هذا. نعم، لا يقال، لأنه هل يقول قد يكون مقابل قد لا يكون. إذا ما في عندنا لا هيك ولا هيك، محتمل يكون هيك، محتمل يكون هيك. ثم نظر وأثر فينا كما أقول دائما وأبدا، افرض أحسن احتمالين بالنسبة لك. شو أحسن احتمالين؟ أحسن احتمالين أن يكون هناك أنا 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 نفعل أنا نحن إذا نفعل أنا يعني نصوم صومه ونفطر فطره. ولا أنت غلطت في الجواب، لكن لكن لا. إذا كان ما غلطه فإذا الجواب صحيح. نعم. كيف؟ يعني كان يقول لا يتصرف على يسوع من وين عنده ويسوع من وين. أنا شايف أنك أنت غلطت الجواب. لا لا تتحكي ولا تتحكي. هو هيك. الآن لا تتحكي ولا تتحكي. لا لا. لا تتحكي. هلا جاري كان هيك ولا هيك يجي واحد ما أما من اتخذ صيام بنية بنفرة لله فقد نفرة في أحوال الإنسان ويكون إلى مريض يوما فهو لم يخطف إلا من هذا الطرف فردا، وقد التالي النهي بما يخطفه دون ذاك الطرف. طيب جوائية ما يفعل هذا؟ جوائية ما؟ كيف مثل كل حديث صحيح البخاري لما دخل عليها نعم وتريد أن تصوم يوم الجمعة، قال لها أصمت خميس، قالت لا تريدين أن تصومي يوم السبت، قالت لا، فنهاها عن الصيام. فإذا صامت الخميس وصامت الجمعة لم تخصص صح؟ صحيح. الآن سؤالك أنت يتعلق بأي سورة
سؤال لا يتعلق بالمستوى. سؤال يتعلق بالقيام الفكر اليوم والقيام اليوم. هذا بس نص وحده. وجاء النص عن النبي بلفظ لا تختلف إنما القيام الذي تمره الوحيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل. فهل من أفضل من الأفضل أن يتبقى لي مخصوص من الخطة ويجب مع القيام الأولية. أما إذا أردنا أن يخطه فعليه يجب ما أجد لي لأن يكون الوطن لا يرضى. جميل. أعطيك جواب بعد ما يأتي. ويقال كذلك عن صيام المستبد يعني هو الذي يصوم صوم داوود صام الخميس وترك الجمعة صام السبت او العكس. لا انا بهمني سؤالي هذا معلش معلش صام الخميس ترك الجمعة صام السبت نعم يقال كذلك صام الاربعاء وترك الخميس وصام الجمعة كما قلت نعم يقال ايضا من هذا لو كملتها طبعا لو كملتها فقلت طبعا لا لانه يختلف الحكم عن الجمعة والسبت يعني لا يقول ما يكون صلب عليه هذا فلما انت تتفق معي في الجزئية انا برجع ادراجي واتفق معك في الجزئية فأنا برجع لأنك أصبت بما قلت بالنسبة لمن صام الأربعاء مثلا لا وإجا الخميس فالمفطر وصام الجمعة فهذا فعلا ما قصد صيام الجمعة. نعم.